الحل بقى اللي هو احسن من كده وهنشوف ان هو بيطلع نتائج الحقيقه ممتازه، هو الالجبرايك ريكونستراكشن تكنيك او الاي ار تي. ده هو عباره عن لو كومبلكسيتي ايتريتيف سولفر برضو للالجبرايك ريكونستراكشن بروبلم، بيعتمد ان انا ببتدي باستيميت ويبقى عندي اللي هي ترو بروجكشنز، باخد الفرق اللي بينهم واوزعه، يعني اشوف الايرور فين اوكي واوزعه على الايه، اوزع الايرور ده على النقط اللي جاي منها البروجكشن دي، بحيث ان انا كل بروجكشن اخليها تتحقق. بمعنى ايه تاني؟ انا بخلي الابديت بتاعي هو عباره عن الاكشوال بروجكشن بتاعي او ترو بروجكشن بتاعي ناقص الاستيميتد بروجكشن اللي جاي لي من الحل. يعني بتخيل كده ان انا الحل بتاعي ده بحسب نفس البروجكشن منه، فاكيد ده لو هو مختلف عن ده، لو في خطا بين ده وبين ده هيبقى فيه هنا ايرور، يبقى فيه هنا رقم، اوزع الرقم ده على عدد النقط ده واجمعها. لو انا عملت كده يبقى انا بيسكلي خدت الحل بتاعي اللي هنا ده وزودت عليه جزء بحيث ان الايكويشن دي تتحقق، يبقى الابديت بعد كده يبقى بصفر. اوكي، فالابديت بتاعي هو عباره عن ترو بروجكشن ناقص الاستيميتد بروجكشن ديفايدد اوفر اول بوينتس ان ذا بروجكشن باث. هنشوف الكلام ده برده كمثال كده عشان نفهمه بطريقه اوضح. يعني هنا برضو لو انا خدت بقى شكل حاجه معقده شويه حتى عشان الاستريت ان دي فعلا فيري افيشنت، هاخد ترو ايمج عباره عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حاجه بالشكل ده كده، 3 في 3 يبقى برضو عندي محتاج 9 ايكويشنز، هاخد برضو 3 بروجكشنز في الفيرتيكال و3 بروجكشن هوريزونتال و3 بروجكشنز في الايه في الدياجونال دايركشن. هاجي ابلاي دلوقتي او هاخد دلوقتي انيشال استيميت برضو زي ما انا اتعودت اللي هو زيروز، كويس. عايز ابلاي الايكويشنز للفيرتيكال، ايكويشن فيرتيكال اول واحده دي 12 دي ترو بروجكشن. طب الاستيميتد بروجكشن بكام؟ اشوف هنا اجمع دول بكام، 0 زائد 0 زائد 0 يبقى كام؟ يبقى 0. يبقى عندنا 12 ناقص 0 على كام نقطه بقى؟ على 1 2 3 على 3 نقط، يبقى 12 ناقص 0 على 3 يطلع لي 4، ازود 4 على كل النقط اللي هنا. اوكي، بعد ما زودت الاربعات دي هنا لو انا جمعت الاربعات دول هيطلع لي ايه هنا؟ هيطلع لي 12. 12 هي نفسها ال 12 دي. اوكي، هل دي الحل الصحيح؟ لا مش الحل الصحيح لسه، لما الف اللفه كلها الاقي انها في الاخر هتوصلني للحل الصحيح، بس انا دلوقتي بمشي على كل ايكويشن من الايكويشنز بتاعتي الموجوده عندي اخليها تتحقق كويس، واكمل بقى افضل اعمل ايتريشنز هنا كده بحيث كلهم يتحققوا مع بعض. طيب النقطه الثانيه اللي هنا 15 ناقص 0 على 3 يبقى خمسات، 18 ناقص 0 على 3 يبقى ستات، ويبقى هو كده ايه اول مجموعه من الايه من البروجكشنز اللي هي الفيرتيكال بروجكشنز عملتها. هوريزونتال بقى تبتدي تفهمنا الموضوع ده اكتر شويه. انا عندي المجموع هنا اللي هو الترو بروجكشن بتاعي هنا 6، هنا المجموع كام؟ 4 زائد 5 زائد 6، 4 و5 9 و6 15، 6 ناقص 15 على كام نقطه؟ على 3 نقط. 6 ناقص 15 فيها كام؟ فيها ناقص 9، ناقص 9 على 3 يبقى ناقص 3، يبقى زود ناقص 3 على النقط اللي موجوده عندي هنا، يبقى ناقص 3 زائد 4 1، ناقص 3 زائد 5 2، ناقص 3 زائد 6 3. اوكي، اعمل نفس الكلام هنا 15، المجموع هنا كام؟ 4 و5 9 و6 15، 15 ناقص 15 بصفر، يبقى معنى كده دول هيفضلوا زي ما هم. طيب في الاخر خالص 24، 24 ناقص كام؟ ناقص برضو نفس ال 15 هي، هيبقى عندي فرق حوالي 9 بلس 9 بقى، يبقى زود على كل واحده من النقط دي كام؟ 3، يبقى هنا 7 8 9. طبعا انا لاحظت دلوقتي ان انا وصلت للحل المظبوط بتاعي، بس هل اقف على كده؟ انا اكشولي وانا بحل زي ما احنا قلنا قبل كده الحل الحقيقي ده مش عندي، مش موجود عندي اصلا، فمعنى كده لازم اكمل بقيه الايكويشنز، لازم امشي على بقيه الايكويشنز. اوكي، فاجرب بقى فيريفاي الايكويشن اللي هي دي 4 و8 اللي هو الايكويشن اللي هي دي 4 و8 12 12 مظبوط فعلا 12، 1 و5 6 6 و9 15 15 يبقى مفيش هنا ابديت برده، 2 و6 8 هي 8 هنا يبقى كده خلاص مفيش اي ابديت على دي، يبقى معنى كده دي الحل النهائي بتاعنا هيبقى نفسه هو ايه الحل ده. طبعا احنا هنا عملناها بان احنا مشينا مره واحده بس في العاده احنا محتاج نمشي اكتر من مره. انا خدت مثال بسيط علشان يعني لما كل ما يكون المثال صغير وبسيط زي كده ممكن هو يطلع لنا بسرعه، بس عاده انا محتاج اعمل ايتريشنز دي كذا مره، يعني ممكن ارجع تاني بالاخر خالص كده ارجع اعمل نفس الايتريشنز دي تاني، يعني ارجع ابلاي تاني الايه فيرتيكال بروجكشنز بعد كده هوريزونتال بعد كده الدياجونال كذا مره. اوكي، فطبعا زي ما احنا شايفين كده الحل هنا يعني ماتش مور اكوريت، يعني طلع لنا هو اكزاكتلي الحل بتاعنا المظبوط، وفي نفس الوقت الحقيقه برضو الايتريشنز برضو ما هياش صعبه، يعني ممكن نعملها بايدينا. احنا حلينا دلوقتي مشكله بتاعه 3 في 3، يعني كان اللينير سيستم بتاعنا هيبقى 9 في 9
اوكي، حاجه ما كنتش اقدر احلها خالص باستعمال ورقه وقلم. انا دلوقتي حليتها في دقيقه واحده، والحل بتاعي كان طلع يعني فيري اكوريت. فطبعا الاي ار تي ده يعتبر من احسن الطرق اللي احنا ممكن احنا نستعملها في الريكونستراكشن. طبعا في طرق تانية، وطبعا الكلام ده احنا بنتكلم كل الكلام اللي بنتكلمه على الجزء بتاع البارلل بيم ريكونستراكشن، كويس. كل الحاجات التانية بقى، كل الطرق التانية زي الفان بيم ريكونستراكشن والحاجات دي كلها، هنكتشف بعد كده لو احنا بصينا عليها ان هي ممكن في الاخر بنحولها لبرضه بارلل بيم ريكونستراكشن. بناخد الداتا بتاعتها ونقدر نعملها حاجه زي ترانسفورميشن صغير كده، او بنعملها بمعنى اصح انتربوليشن، بحيث نوصل في الاخر لداتا سيت تسمح لنا ان احنا نعمل البروجكشن داتا. فالبارل بروجكشن او بارل بيم بروجكشن ميثودز يعني. فالاي ار تي اكزامبلز او الاي ار تي والباك بروجكشن والحاجات دي كلها بتستعمل في كل الطرق بتاعه السكاننج بتاع السي تي، حتى لو كانت فان بيم برضه.